مساء الخير ورمضان كريم. الإعصار يعتبر حدث جوي نادر مدمر بيأثر على أجزاء من الوطن العربي وأجزاء من العالم. طبعا هاي المناطق بتكون أو الدول بتأثر بالأعاصير بالعادة بتكون دول مطلة على المحيطات، بالتالي الوطن العربي تقريبا محمي من الأعاصير باستثناء بعض الدول في المطلة على المحيط الهندي مثل سلطنة عمان واليمن والصومال. حلقة اليوم رح نحكي عن واحد من أكثر الأعاصير المدمرة التي أثرت على الوطن العربي وتحديدا على سلطنة عمان في عام 2007. لما نحكي عن الإعصار المدمر اللي صار ب 2007 في سلطنة عمان أكيد رح نحكي مباشرة عن الإعصار جونو. الإعصار جونو اللي تشكل بعام 2007 كان إعصار من الدرجة الخامسة في البحر في المحيط الهندي وفي بحر العرب. كانت حركة الإعصار قبل تأثيره ب 48 ساعة غير واضحة تماما. بعض النماذج العددية كانت تضعه على الهند وباكستان وبعض النماذج القليلة تضعه باتجاه سلطنة عمان، لكن قبل تأثير الإعصار حوالي 48 ساعة ثبتت وجهة حركة هذا الإعصار باتجاه الساحل الشرقي لسلطنة عمان. لما نحكي عن الساحل الشرقي لسلطنة عمان يعني العاصمة مسقط راح تكون ضمن مناطق التأثير لهذا الإعصار المدمر. مباشرة لما تم تأكيد حركة الإعصار باتجاه سلطنة عمان، السلطات في سلطنة عمان والجيش عمل على إخلاء أعداد كبيرة من السكان وأيضا المناطق الساحلية. ارتفاع الأمواج وصل بفعل هذا الإعصار إلى أكثر من 12 متر. لما نحكي 12 متر نحكي عن ارتفاع 4 طوابق سكنية من حيث الارتفاع. رافق هذا الإعصار سرعة رياح تجاوزت 260 كيلومتر بالساعة، الهبات طبعا كانت أعلى من هيك، كمية الأمطار تجاوزت 600 مليمتر في بعض مناطق سلطنة عمان. لما نحكي عن 600 مليمتر فهي بتعادل كمية الأمطار اللي بتهطل على بعض المناطق العربية خلال عشرات السنوات، هطلت هاي الأمطار خلال 48 ساعة. الإعصار جونو تسبب بوفاة 80 شخص في سلطنة عمان وأيضا إلى فقدان أكثر من 20 شخص بفعل هاي الأحوال الجوية، وبالتالي يعتبر الإعصار جونو واحد من أقوى الأعاصير اللي أثرت على منطقة بحر العرب وسلطنة عمان خلال أكثر من 60 عام. وطبعا ترك سلطنة عمان بخسائر تقدر ب 4.2 مليار دولار بفعل طبعا الدمار الهائل اللي سببه هذا الإعصار. تتأثر سلطنة عمان بين الحين والآخر بأعاصير تنشط أكثر بشهر 5 و6 و10 و11. طبعا بتكون مختلفة الشدة، ممكن أقوى هاي الأعاصير وآخرها كان إعصار ميكونو اللي أثر على صلالة في شهر 5 من العام 2018، ورح نحكي عنه إن شاء الله بالحلقات القادمة. استنونا بالحلقة القادمة ومزيد من الأحداث الجوية المختلفة اللي أثرت على الوطن العربي خلال السنوات السابقة. سلام.